سؤال راح نوجهه لسيادة الرئيس بشار الأسد، أشو مطالبك من خلال محاصرة مدينة حلب؟ مطالبنا واضحة في البداية. أقول لكم عفوا، نسينا أن نسلم على جمهورنا الباث الفاشل الذي يقوم في دعمنا في بعض الأحيان. غايتنا من تضييق الخناق على حلب هي كسر خطوط المسلحين الذين يعيشون فسادا في هذه المنطقة، ونحن نقوم في مكافحة الإرهاب. يقولون أن سوريا تدعم الإرهاب، ولكنها في الحقيقة نقوم في دعم الإرهاب وفي هذه المنطقة التي سوف نحاصر حلب، وسوف نحاصر ما بعد حلب في إذن الله، الذي قام المسلحين في قتل أهلنا الشيعة في حلب وغيرها، حيث شنوا هجوما كما تعرف يا أبو العز. أنت تناقشني في هذا الأمر وأنا أقول لك لقد قضوا على أهلنا في نبل والزهراء، وأنت تعرف هذا الكلام، وأنا أعمل على ذلك إلى تحقيق غايتنا الشخصية. بس بحب انا اقول لك وطمنك يا سياده الرئيس بشار الاسد، الامر اللي عم تقوله عن المسلحين وتضييق الخناق ومشان تخف شعبيه المسلحين كشعب كجمهور حلب، بحب طمنك انه شعبيه المجاهدين زادت 100%، وفي اذن الله راح نكسر عظمكم وعظم المرتزقه اللي جبتوها على حلب بالقريب القريب. لقد قلناها من بدايه هذه المشاكل الأحداث في سوريا، قلنا لك يا أبو العز لن نتردد يوما في الدفاع عن قضايانا، فإذا فرضت علينا المعركة فأهلا وسهلا بها. لقد استعنا في الميليشيات الطائفية سواء من حزب الله الفاشل أو من المرتزقة الشيعة الذي يأتون من إيران ومن حركة النجباء ومن غيرهم من هذه الميليشيات، لقد استعنا في كل الأصدقاء. ماذا ستفعلون أنتم؟ نحن لن نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى، ونبشركم في أن التحالف الذي تم في الجديد والوفاق الذي تم وتوحيد صف المجاهدين من 15 فصيل في إذن الله بالقريب القريب سيبدأ بركان حلب وفك الحصار وكسر عظم الرافضة التي أتيتم بها إلى حلب بإذن الله. على كل حال مهما استعنتم، أنت تقول استعنتم في الله، طبعا نحن لدينا الطائرات ولدينا الصواريخ العابرة إلى القارات وغيرها من هذه الأسلحة الثقيلة التي نستخدمها ضدكم، وسوف ترون في الأيام المقبلة هناك الصواريخ الحديثة التي أتتنا من إيران أو أتتنا من إسرائيل، هذا سر ولا تخبر به أحد يا أبو العز، أتتنا صواريخ حديثة من إسرائيل ولن أوضح بها سوى لك، فهذا إن كان على الهواء فأوقفه، فلا نستطيع التكلم أكثر من هذا.